انطلقت فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغردقة اللي بينظمها الاتحاد المصري للسباحة، ده بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة. كمان الجميل في الموضوع، يعني عايزين نربطه بقى بالمقدمة اللي كنا بنعملها احنا عشان نوصل لأننا ننظم هذه البطولة العالمية، تصفيات بطولة العالم للسباحة. ومش هي بس على فكرة، احنا في كمان بطولتين بينظموا في نفس التوقيت في الغردقة. عشان نوصل لده كان في مجهود كبير جدا اتعمل في محافظة البحر الأحمر بالتنسيق بقى ما بين مديرية الشباب والرياضة وما بين وزارة الشباب والرياضة وكذلك المحافظة. هذه البطولة بيشارك فيها 105 لاعب بيمثلوا 11 دولة من مختلف دول العالم. معلومات عن هذه البطولة أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. بمشاركة 105 لاعبين انطلقت فعاليات تصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بمدينة الغردقة التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر. البطولة شهدت مشاركة عدد من ممثلي 11 دولة حول العالم، هي مصر، التشيك، اليونان، المجر، زيمبابوي، كازاخستان، الكويت، السعودية، تونس، أوكرانيا ومونتينيغرو. وتستضيف مدينة الغردقة 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية خلال الفترة من 8 وحتى 15 من مايو الجاري، هي بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وتصفيات كرة الماء الشاطئية وبطولة كأس العالم للسباحة التوقيعية. اختيار مدينة الغردقة جاء باعتبار أنها تعد من أفضل الوجهات السياحية لإقامة البطولات العالمية بها، وبهدف تنشيط السياحة المصرية حول العالم. يأتي تحديد مصر كوجهة لتنظيم مهرجان الألعاب الرياضية المائية تأكيداً على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري، مع حرصه على التعاون وإسناد تنظيم فعالياته الدولية لمصر ثقة في الإمكانيات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها. طبعا بنتمنى لأبطالنا كل التوفيق، يعني عاملين مباراة أو مباراتين مهمين جدا امبارح، سواء على رومانيا فزنا عليهم بنتيجة 16-11 أو صربيا اللي كانت بالتعادل ورحنا لركلات الترجيح وفزنا في النهاية بنتيجة 14-13. فمجهود كبير ودعم كبير مقدم ليهم زي ما قلنا من مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحر الأحمر، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. وزي ما كنا بنتكلم في البداية إن عشان مصر تستضيف هذه البطولة والاتحاد الدولي يعتمد هذا المكان اللي هو طبعا مدينة الغردقة لاستضافة هذه البطولة، بيؤكد إن في مجهود كبير جدا تم بذله عشان نقدر نستضيف هذه البطولة. يمكن ده يا شاذ اللي كنا بنتكلم فيه، إنه استضافة الفعاليات سواء الفنية أو الثقافية أو كمان حتى الرياضية من أهم عوامل الجذب. زي ما أنت قلت إحنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة لعبتنا وهم بيلعبوا، أكيد الفرق التانية لما جت اللعيبة بتاعتهم لما شافوا البلد ابتدوا إن هم يتجولوا في أنحاء مدينة الغردقة، وأكيد هم بيرجعوا بلدهم يدوا طبعا خلفية إيجابية عن اللي شافوا، انطباعاتهم وخلفية إيجابية عن اللي هم شافوا.